السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهاردة هنشارك معاكم 7 وصايا للناس اللي هتبدأ يوتيوب جديد او اللي لسه بادئين. تقدر تقول ال7 وصايا دول هم خلاصة تجربتي الشخصية وناس اعرفهم وناس الهمناهم بالفعل ان هم يبدأوا يوتيوب تشانل. فخلينا نبدأ. اول وصية، ما تستناش المعدات المناسبة، لا تنتظر المعدات. أكبر خطأ ممكن تعمله في البداية هو أنك تنتظر الكاميرا والإضاءة والميكروفون المناسب علشان تطلع المحتوى بتاعك بشكل كويس. خليني أقولك أنك بتأخر نفسك على الفاضي وممكن تصرف فلوس كتير، في حين أن الحاجات اللي اشتريتها دي ممكن ما تعملش الفرق اللي في دماغك. يعني ابدأ باللي معاك، يعني النصيحة اللي بنقولها لكل الناس، ابدأ باللي معاك. وخليني أقولك أن التليفون اللي في جيبك حالا اللي هو زي ده، وده تليفون مش جديد على فكرة، ده بقاله 5 سنين ولا حاجة، احسن بكتير من اول 3 كاميرات انا استخدمتهم. يعني انا بدات بكاميرا هاند كام او كام كوردر، بعدين اتجهت للتليفون من 10 سنين صورت بيه وكان احسن من الكام كوردر، وبعدين جبت الكانون 700 دي، واعتقد ان التليفونات الجديده الكاميرات بتاعتها قد تساوي او تبقى احسن من الكانون 700 دي. انا عارف ان صعب جدا تصدق حاجه زي دي، بس انت تعرف تطلع كواليتي كويسه جدا من التليفون بتاعك لو اهتميت بالاضاءه وشويه حاجات، وانا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات خاصه بالاضاءه وازاي تسجل صوت كويس في التليفون بتاعك. يعني تقدر تعمل سيت اب كامله احترافيه باستخدام التليفون بتاعك بس. هتلاقي في البلاي ليست هنا فيديوهات بنتكلم فيها ازاي فعلا تصور فيديوهات كويسه بتليفونك. الوصايه الثانيه، تجنب استخدام المواد اللي ليها حقوق طبع ونشر او الكوبي رايتد ماتيريالز. يعني ايه كوبي رايتد ماتيريالز او يعني ايه كوبي رايتس عامه؟ هي اي حاجه سواء صوره صوت فيديو، اي حاجه انت ما صورتهاش او ما عملتهاش بنفسك، يعني اي حاجه مش ملكك ليس لك الحق انك تستخدمها الا باذن صاحب الحاجه دي. الاذن ده اما بان انت بتشتريها او بتاجرها بلايسنس او رخصه بتديك الحق انك تستخدم الميوزك او الفيديو او الصور دي. وخلينا اقول لك ان الكوبي رايتد ماتيريالز دي، ان الكوبي رايتد ماتيريالز دي تسبب في اغلاق قنوات يوتيوب قد تكون تعدت ال 100,000 مشترك. فتجنب انك تستخدم حاجه مش بتاعتك. يعني بيجي لي رسائل ناس كتيره ان انا رفعت جزء من ماتش والقناه بتاعتي مش عارف جالها سترايك، ولو جالك 3 سترايكس ورا بعض ممكن القناه بتاعتك تتقفل نهائيا. فليه؟ لان الحاجات دي مش بتاعتك، ليس لك الحق انك تستخدمها. يعني في قنوات راحت صورت ودفعت لناس فلوس واجرت كاميرات والكلام ده كله علشان تصور الحاجه دي، فمش من حقك انك تستخدم الحاجه دي بدون اذن الناس دي. طيب ما في بعض الناس بتستخدم مقاطع من ماتشات او افلام او مسرحيات وما بيحصلهاش حاجه، دي مش القاعده، الناس دي بتتحمل المسؤوليه. فما تحطش نفسك في الحته ديت ان قناتك ممكن تتعب عليها وتعمل محتوى كتير وفجاه يجي لك كذا سترايك وفجاه القناه بتاعتك تتقفل. فما تستخدمش حاجه لها حقوق ملكيه. الوصايه الثالثه، لا تبدا من اجل المال. يعني ما تبداش تشانل على يوتيوب بغرض مادي بحت. يعني في سؤال مهم، هل يوتيوب بيجيب فلوس؟ هل الناس اللي بتعمل فيديوهات على يوتيوب بيكسبوا فلوس؟ يعني انا عندي مشكله مع صياغه السؤال، لان بتحسسك ان الراجل بيعمل شانل على اليوتيوب بالفلوس بقى تلاقيها نازله عليه كده، يعني عمال يستحمى فلوس. مش كده خالص، يعني السؤال المفروض يكون هل في مقابل مادي قصاد تعبك ومجهودك واستثمارك لطاقتك ووقتك والكلام ده كله في المحتوى اللي انت بتقدمه على يوتيوب؟ الاجابه بس بعد سنه او سنتين على الاقل. بعد سنه او سنتين على الاقل. الموضوع بياخد وقت ومحتاج انك تبني الكوميونتي او الجمهور بتاعك الاول. يعني عامله كده زي الزراعه، مفيش حد بيحط البذر النهارده ويروح يحصد تاني يوم، لا ده بيقعد موسم كامل يهتم بالارض وبيروي وبيسمد وبيحارب الحشرات والكلام ده كله، بيهتم جدا بالارض بتاعته علشان في النهايه تديله عائد. كذلك يوتيوب، انت محتاج تشتغل الاول في يوتيوب وتعمل محتوى قيم علشان يترجم في النهايه لعائد مادي. يمكن احد الحاجات اللي صدروا من المفهوم ده عند الناس كان التقارير اللي بتطلع على اليوتيوبرز الاجانب ان هم بيعملوا ملايين الدولارات سنويا. وكمان كان في موقع اعتقد هنا في مصر كان اختار كذا يوتيوبر مشهورين وقال لك ده متوسط له كذا متوسط له كذا، بناء على منصه سوشيال بليت اللي بتاخد احصائيات تقريبيه لكن هي بعيده كل البعد عن الحقيقه، حتى ان الناس طلعوا وشاركوا الارباح بتاعتهم وهي مش زي ما المنصه دي بتقول تماما. طب خلينا ناخد راي الناس اللي في امريكا او كندا عن اليوتيوبرز والفلوس اللي بيعملوها، وهل فعلا انك تبقى يوتيوبر ديت حاجه بتجيب فلوس كتير هناك ولا لا؟ خلينا نفتح كده. اي ام احمد. I am teacher David. Very nice to meet you. Have you ever come across those reports about YouTubers who make millions every year from YouTube? Absolutely, yes. Yeah, okay. My question is, should that only, I mean making money, be the only motivation for someone to start a YouTube channel? No, because if they are only seeking the money, they're not going to be motivated to do
body will come naturally. See, خلينا برضو نوضح ان المحتوى اللي باللغة الانجليزية العائد بتاعه بيبقى اعلى بكتير من اللي باللغة العربية. ولو انت عايز تقدم محتوى باللغة الانجليزية فده خيار كويس والعائد بتاعه هيبقى احسن طبعا، بس زي ما قلنا بعد فترة. ولو الانجليزي بتاعك مش كويس فانت ممكن تستخدم كامبلي، التطبيق اللي احنا استخدمناه من شوية علشان نكلم الشخص ده، والتطبيق ده هيساعدك انك تحسن الانجليش بتاعك من خلال الكلام مع نيتيف سبيكر. اوكي، بالاضافه ان العائد المادي لا يقتصر على العائد المباشر من يوتيوب، يعني في مصادر تانية زي الرعايه او السبونسرشيب. يعني كامبلي هو السبونسر بتاع الفيديو ده، بحب نشكرهم طبعا. فانت تقدر فعلا تقدم محتوى، براند او شركه تشوف المحتوى بتاعك تطلب طلب رعايه او انت تقدم عليهم عرض رعايه ويرعوا الفيديوهات بتاعتك ويبقى في مقابل للموضوع ده. وبالمناسبه في 3 minutes تقدر تستغلها من كامبلي، هتلاقوه في الديسكربشن تحت الفيديو. طولنا شويه في موضوع الفلوس بس هو موضوع مهم. الوصيه الرابعه، قدم محتواك حتى لو في ناس كتير بيقدموا نفس المحتوى. يعني ما تخليش ان ناس كتير بيقدموا نفس المحتوى يكون عائق قدام انك تقدم المحتوى باسلوبك انت. انت هتقدمه باسلوب مختلف، شخصيتك وكاريزمتك وطريقه عرضك وطريقه تصويرك وكل حاجه هتقدم المحتوى بصوره مختلفه، وهتكون بالطريقه دي بتساعد في اثراء المحتوى ده على اليوتيوب. يعني لو خدت في الاعتبار الناس اللي بتعمل مراجعات للتليفونات، شوف كم واحد في مصر وكم واحد في العالم العربي وكم واحد في امريكا. يعني ممكن تلاقي 50 فيديو عن تليفون واحد كل واحد بيعمل له مراجعه وبيعمل له تجربه باسلوبه، وممكن تلاقي الناس بيتفرجوا على اغلبيتهم. تمام، فما تخليش ان ناس كتيره بتعمل محتوى زي اللي انت عايز تقدمه عائق قدام انك تقدم المحتوى ده وتتساءل هو انا هضيف ايه جديد. لا، هتضيف، انت هتضيف، انت مختلف عن بقيه الناس دول كلهم، اسلوبك، طريقه عرضك، كاريزمتك هتاثر. فدوس يا معلم. الوصيه الخامسه، خليك صبور واستمر. يعني يمكن اكتر الحاجات اللي بتعطل الناس انها يعني مستعجله على النجاح وكمان مفيش استمراريه في تقديم المحتوى. فلازم تحط في دماغك، يعني انا اسف ان انا بقولها، ان يوتيوب محبط في البدايه. يعني ايه محبط؟ يعني مش هتعمل فيديو النهارده تاني يوم هتلاقي فيه مليون مشترك و10 مليون مشاهده والكلام ده ابدا. وخد في دماغك ان واحد من اشهر يوتيوبرز على مستوى العالم اسمه ام كي بي اتش دي، ليه فيديو قديم جدا كان بيحتفل انه وصل ل 100 سبسكرايبرز، 100 مشترك، 100 مشترك، كان عمل كام فيديو وقتها؟ 83 فيديو. فانت بكل تاكيد لو عملت 83 فيديو زي الراجل ده هتوصل لاكثر من 100 مشترك بكتير. فلازم تستمر ولازم يكون نفسك طويل. يعني الفيديوهات على يوتيوب هي حاجه عامله زي الماراثون كده، ما هوش سباق سرعه، لا، لازم يكون نفسك طويل ولازم تكون مستمر في تقديم المحتوى بتاعك. يعني حاول على الاقل يكون في فيديو واحد اسبوعيا تقدمه على القناه بحيث ان الناس يبداوا يستنوا من الفيديوهات بتاعتك، ولو عرفت تخليهم فيديوهين فده احسن بكتير. فلازم يكون نفسك طويل وما تستعجلش النجاح على اليوتيوب. ان شاء الله ما دمت هتستمر هتوصل. الوصيه السادسه هي الخمول قدام الكاميرا، وان انت صوتك بيبقى هادي، يعني ما انتش عارف يعني جريت. يعني انا ما عنديش مشكله انك في البدايه تكون مكسوف انك تتكلم قدام الكاميرا، عادي جدا، كلنا بدانا في البدايه كده. شوف اول فيديو انا كنت طالع مش عارف اتكلم اصلا، بس عادي مع الوقت الكسوف ده هيروح وهتبدا تحب الكاميرا وهتبدا تحس وانت بتكلم الكاميرا انك بتكلم ناس قاعده قدامك، هتوصل للحته دي. بس اللي قصدي عليه يعني ما تصورش وانت مرهق او وانت تعبان، لان التعب ده هيوصل للناس والناس هتبدا مع الوقت. يعني لو دي طبيعتك، لو انت في الطبيعي الشخص هادي زي حالاتي كده، ممكن تشرب قهوه او تشرب حاجه تديك باور بحيث انك ما تبقى قدام الكاميرا تبقى يعني نشيط على الاقل. يعني مش بقول انك لازم تبقى هايبر ولازم تعمل الحاجات كريزي والكلام من ده، لا، يعني بس على الاقل تكون مصحصح. وفي قاعده كده ان الحماس والنشاط لما يعني بيوصل للكاميرا بيقل النص. يعني انا دلوقتي 100% لا يوصلك هو 50% بس من النشاط ده او من الحماس ده. يعني فخد ده في الاعتبار، يعني ما تطلعش وانت مكسل او وانت عايز تنام، لازم تكون مصحصح. هي وصيه غريبه جدا بس صدقني بتفرق، لازم وانت قدام الكاميرا تكون في احسن حالتك. واخيرا وليس اخرا، الوصيه السابعه هو اهتم بما بعد رفع الفيديو او بالاس اي او. يعني ممكن البعض يظن ان هو بعد ما رفع الفيديو كده خلاص انتهى وشكرا وانا كده عملت اللي عليا وزي الفل. لا، زي ما قلنا ان ناس كتير جدا بدات تتجه لليوتيوب والمنافسه بتزيد مع الوقت، فانت لازم تهتم بما بعد رفع الفيديو. الحاجات زي عنوان الفيديو، الصوره بتاع الفيديو، الوصف، التاجز، كل دي حاجات بتبقى تحت مسمى يوتيوب اس اي او. فممكن تبحث عن الموضوع ده وتتعلم واحده واحده، مش شرط انك يعني لازم تبقى بروفيشنال قوي علشان تبدا، لكن اتعلم
وانت ماشي، وهتفرق جدا في الفيديوهات بتاعتك وفي عدد الفيوز، خاصة ان انت لسه بادئ جديد. اوكي، بونص على السبع وصايا دول، اهتم بالصوت. الصوت اهم من الفيديو بكتير. لو انت معاك بادجت والبادجت ديت ما تشتريش بها كاميرا، اهتم بالاضاءة بحيث انك يعني تطلع صورة كويسة بالتليفون بتاعك، واهتم بالصوت. ممكن تستخدم ميكروفون خارجي زي السوني اي سي ام سي اس 3 اللي احنا بنفضله وبنرجحه لناس كتيرة جدا وشايفينه انه افضل ميكروفون مقابل سعره. فاهتم بالصوت، الصوت مهم. خلينا نرجع سريعا على السبع وصايا. اول حاجة، لا تنتظر المعدات المناسبة، ابدأ بما معك. التليفون بتاعك والله بيصور فيديوهات كويسة جدا. تاني حاجة، تجنب الكوبي رايتد ماتيريالز، يعني خليك حريص قوي في البداية، عشان زي ما قلت لك القنوات بتتقفل بسبب الحاجة دي. ما تستخدمش حاجة مش بتاعتك، او لو انت مش متأكد ان لها حقوق نشر، حاول تبحث عن بديل، حاول تبحث عن بديل ملوش حقوق نشر. تالت حاجة، لا تبدأ من اجل المال، يعني فلوس مهمة جدا وكل حاجة، بس يوتيوب مش هيجيلك منه ربح الا لو داومت على نشر المحتوى لمدة سنة. فيا ما تخليش الفلوس هي اول حاجة تركز عليها لانك هتتعب. رابع حاجة، قدم المحتوى حتى لو ناس كتيرة بالفعل بيقدموا المحتوى ده. انت هتقدمه بطريقة مختلفة، انت هتديله النكهة الخاصة بتاعتك، فما تخليش ده عائق قدامك. الوصية الخامسة، لازم تكون صبور ولازم يكون في استمرارية في تقديم المحتوى. خلي بالك طويل، خليك رويح، لان الموضوع زي ما قلنا هو ماراثون مهواش سبرنت. الوصية السادسة، يعني تجنب الخمول قدام الكاميرا، ولو انت تعبان او مرهق ما تصورش حقيقي، لان ده هيكون ليه اثر سيء جدا على المشاهدين. والوصية السابعة، اهتم بما بعد رفع الفيديو، اللي هو الاسم والعنوان والصورة والحاجات دي كلها، لان ده بيفرق جدا 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 في ترجيح يوتيوب للفيديو بتاعك وفي عدد المشاهدات، لان الناس اول ما بتشوف في الفيديو بتاعك بتشوف الصورة، صورة من بره حتى قبل العنوان. فحاول تشتغل على الموضوع ده، وفي برامج وفي مواقع بتقدم انها تعمل لك ثامنيل ليوتيوب، مجرد انت بتجيب صورة وتكتب عليها، يعني حتى مش لازم انك تتعلم فوتوشوب، بس اهتم بالحاجات دي. اوكي، نتمنى انك تستفيد من السبع وصايا دول، وطبعا في نصايح كتير بس دول اهم سبعة او اهم نقط، لو طبقتهم والتزمت بيهم هيفرقوا معاك في قناة اليوتيوب بتاعتك. واخيرا، الكوت بتاع الفيديو ده من واحد اسمه توني كاسكنز، وهو كاتب وموتيفيشنال سبيكر. الراجل ده بيقول consistency is the key. If you can't be consistent, then you can't be anything. Consistency is the key. If you can't be consistent, you can't be anything. الراجل بيقول ان المداومة والاستمرارية هي المفتاح. لو انت مش قادر تداوم او تستمر على حاجة، مش هتحقق اي حاجة. يعني تقدر تقول ان هو بيصب في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت لازم تكون بالغ طويل، ولازم تستمر في نشر المحتوى بصورة دورية علشان فعلا تكبر. يعني مش محتاجين ان احنا نوضح كتير، يعني اظن ان احنا شرحنا الحتة دي اكتر. ما تنساش، لو انت حابب تعرف اكتر ازاي تصور بالتليفون بتاعك، ازاي تعمل اضاءة في البيت، ازاي تستخدم ميكروفون خارجي على التليفون بتاعك، احنا كنا عملنا بلاي ليست فيها كل الفيديوهات ديت، فاتأكد انك تتفرج على الفيديوهات ديت، هتساعدك كتير.